أي شيء قابل للمس قد يكون قنبلة. حرب غزة تتحول إلى كابوس إسرائيلي في الداخل والخارج. على الرغم من استمرار القتال البري العنيف في خان يونس وأجزاء أخرى من جنوب قطاع غزة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يبتعد عن القصف واسع النطاق وانتقل إلى حملة أكثر تركيزاً من الغارات والاغتيالات المستهدفة للقضاء على حماس. تحدثت صحيفة واشنطن بوست إلى 7 مسؤولين إسرائيليين حاليين، ووفقاً لهم فإنه مع بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من غزة فإن مكاسبه ضد حماس كبيرة ولكنها غير مكتملة ومهددة بعدم وجود استراتيجية لما بعد الحرب. فوفقاً للمسؤولين فإن العملية البرية والجوية في غزة فككت بشكل فعال غالبية ألوية حماس الخمسة المكونة من 24 كتيبة، عدد أفراد كل منها يصل إلى 1400 مقاتل، لكن المسؤولين يعترفون أيضاً بأن الآلاف من المسلحين لا يزالون قادرين على تنفيذ عمليات. أما عن الأنفاق، فوفقاً لحديث المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي عثر على شبكة أنفاق لحماس أكثر شمولاً بكثير من تقديراتهم، حيث تمتد لأكثر من 300 ميل في الجنوب وحده، وتم تدمير العديد منها، لكن نطاق الشبكة الجوفية التي بنيت سراً على مدى سنوات عديدة واسع للغاية، يعني أنه من غير المرجح تفكيكها بالكامل. ووفقاً للصحيفة، فإن معظم المسؤولين في مجلس الحرب يرفضون الوجود الأمني طويل الأجل الذي من شأنه أن يبقي إسرائيل مسؤولة عن المدنيين الفلسطينيين ويعرض القوات للتهديدات المستمرة، ويعتبرونه سيناريو كابوسياً. فالجيش الإسرائيلي بات مكلفاً بالحفاظ على السيطرة على المناطق الهادئة بدلاً من محاولة الحصول على المزيد من الأراضي. ففي شمال ووسط غزة تباطأت وتيرة الحرب بما يكفي لبعض الفلسطينيين للعودة إلى أحيائهم المدمرة، على الرغم من أن إعادة البناء لا تزال أملاً بعيداً. وفي الجنوب يجتمع أكثر من 1,000,000 نازح معاً بالقرب من الحدود المصرية، وتحذر جماعات الإغاثة من انتشار الأمراض ومن أن أكثر من 90% من سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام.